أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخصيص استثمارات بقيمة 1,066,000,000 جنيه لتنفيذ 316 مشروعا ب11 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة. وأوضحت السعيد أن أبرز القطاعات المقرر توجيه استثمارات لها في المحافظات هي قطاعات الكهرباء والصحة والصرف الصحي وخدمات الري وتحسين البيئة وقطاع الشباب والرياضة. وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر في القرى الأكثر احتياجاً.